السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ عساكم بصحة السلامة. أخوكم علي زارس معاكم في حلقة جديدة من فاينل فانتسي، بس هالمرة لأن صاير في أبديت على فاينل 14، تنزيل التحديث الجديد. أنا أدري أن هذه الحلقة راح تنزل بعدين، لكن فضلت أني ألعب اللعبة القديمة المفضلة عندي اللي هي فاينل فانتسي 11 عشان نستعيد الذكريات. طبعا قبل كل شيء لا تنسون ان هذه اللعبة زي ما انتم شايفين مكتوب نازلة من عام 2002، يعني صار لها الان تقريبا 12 سنة. فلا حد يجي طبعا يقارن الجيم بلعبة 14، طبعا فرق في الجرافيك، فرق في هذا، لكن الجيم بلاي في اللعبة انا بالنسبة لي انا احس ان 11 افضل من 14 في الجيم بلاي، لان كان فيها تشالنج، فيها تحديات، فيها شغل، فيها جريند. anyway، ف اللعبه زي ما تقول اللي بيشوف الفيديو واحد من اثنين، يا شخص لعب اللعبه وبيتذكر الاشياء القديمه وهذا اللي انا اهدف له، يا شخص يعني من باب الفضول راح يطلع عليها. واللعبة طبعا انا بدور في مناطق وقاعد اسولف ومن هالكلام مناطق الذكريات، فممكن الفيديو راح يكون طويل وممكن يكون على جزئين، فانا اعطيك التحذير من الان. بنقول بسم الله، اول شيء ندخل على شاشة اختيار الكاركترز اللي كانوا عندنا. هذول الكاركتر اللي كانوا عندنا طبعا إلفن الشخصية الرئيسية عندي، كان عندي الميثرا شخصية ثانية، هيومن طبعا بنية، طبعا هذول طبعا هذه الشخصية الرئيسية، الباقي كلها مخليها ميولز، يعني كنا ناخذ كاركترات ونخليها زي ما تقول يخزنون الأشياء الاحتياطية لنا اللي في 14، خلوهم ريتينر. اوكي، وات ذا فاك، هذا تارو تارو، هنا يسمونه تارو تارو، هناك يسمونه لا لا فر، بس الأصل تارو تارو. وال شو اسمه يا ربي نسيتهم، دول العمالقة، شفت ضيعنا الجالكا. أوكي، anyway نقول بسم الله، ندخل على ديفل بوي. اللي يتذكر ديفل بوي يعطيني لايك ويقول لي هاي بالكومنت. اللي كانوا معنا في سيرفر راجناروك، ويا محلاها من ايام. اوكي، اعتقد بس بعدل في ال طبعا كل شيء لودينج، يبغالي اعدل فقط في السيتنج عشان يتناسب مع الكاميرا. ندخل على الكونفيج، ندخل على ويندوز اعتقد، لعلي ان شاء الله اني ما نسيت الشغلات هذه. كاركتر ديسبلاي وايزت، ايوه هذه، فنعدلها 16:9. ايوه كذا، ف this is my devil boy. هاي، هذا الكاركتر الرئيسي اللي كان عندي. انا الحين في الغرفة الخاصة فيني اللي هي الموغل هاوس. طبعا في الجيم هنا الموغل هو اللي يهتم بالشغل كله، موغ سيف، هذه طبعا الاغراض اللي كنا ناخذها نجمعها، ستوريج، موغ لاكر، ساك، البريد، ديليفري، ريسيف وسنت، كل الشغلات هنا تكون في الموغل. طبعا حتى الزراعة اللي بغيت تزرع، بس انا هنا ما في زراعة، انا حاطة في كاركتر ثاني الزراعة. layout حق الغرفة، تبي تغير الاثاث من مكان لمكان، يعني تقريبا ماخذين شغلات ومضبطينها. التشينج جوبز، خلنا نشوف الجوبز اللي كانت موجودة عندي. طبعا هنا الجيم تعطيك خيارين، المين جوب والسبورت جوب. زي انا
بحاول اسوي كونكشن بينه وبين 14 لعله وعسى ان البعض يفهم كيف الطريقة. المين جوب هنا اللي هي الرئيسي سبورت جوب هناك في 14 السبورت يفتح لك الجوب، هنا لا يكون معك سبورت ياخذ نص الليفل، يعني اذا انت ليفل 30 السبورت بيكون ليفل 15، اذا انت ليفل 90 السبورت 45، فكذا الطريقة. فخلنا نشوف المين جوب. هذه الجوبات اللي موجودة عندنا، الوارير، عندنا المانك، انا المانك طبعا ليفل 99، عندنا الوايت ميك، عندنا البلاك ميك، عندنا الريد ميك، عندنا الثيف، بالادن، دارك نايت، عندنا البيس ماستر، عندنا البارد، عندنا الرينجر، الساموراي، عندنا هنا النينجا اللي بينزل او نزل الحين نازل في التحديث الجديد، عندنا دراغون، عندنا السامونر والكورسير والدانسر. طبعا في جبات انا ما فتحتها اللي هي البلو ميك والجيو مانسر والبوبيت ماستر، بوبيت ماستر ايش كمان، والله في كذا جب. المهم يعني زي ما انتم شايفين مليانة جبات، الجبات هذه كلها على حسب كلام مطور الفاينل 14 ان كل الجبات هذه راح تنزل تكون متواجدة. طبعا الجب اللي انا حاط مانك، طبعا الجب الرئيسي اللي تبعي هنا في الجيم احب العب يا مانك يا بيس ماستر، كنت ألفل البارد قبل لا اعتزل. هنا يوريك الستيتس حقك، الاستي ار ديكس الفيتاليتي الشغلات هذه. هنا يطلع لنا الاكويبمنت حقنا، ايش الاكويبمنت، طبعا لان زمان ما لعبت تقدر تغير الاسلحة كذا، ايش تبغى سلاح ايش تبغى كذا. ف خليني انا اغير على الجب الرئيسي تبعي احسن. تشين جوبز، قبل اغير الجوب هنشوف الابيليتيز حقة المايك. هي طبعا في بعضها ما فينا الجوب ابيليتي، طبعا هنا في شغلات تطلع لان وش اسمه السبورت، الشغلات هذه للدانسر اللي هي سامباز والوالت، الدانسر اللي هو واحد يترقص ويعطيك شغلات كذا، شغلات المانك اللي هي تشاكورا، البوست، الكاونتر ستانس، شاي بلاست، بوت وورك. وهنا الضربات حقت المانك اللي هي خلنا نبدأها، تورنيدو كيك، اشوران فيستس، دراغون كيك، هاولينج فيستس، سبينينج اتاك، ريجن فيستس. طبعا اغلبها اتوقع في بعضها مو حاطينها، يعني ماخذينها بالاسم وحاطينها. خلنا نروح طال عمرك المين جوب، نغير وحط بيس ماستر. الحين خليت الشخصية الرئيسية عندي بيس ماستر، اوكي جود. السبورت طال عمرك اعتقد انه دانسر، اعتقد السبورت دانسر عندي، ايه سبورت دانسر، دانسر اوكي اوكي. هذا البيس ماستر، البيس ماستر ميزته انه يتحكم في الوحوش، انا بوريكم الطريقة. وهنا عنده بيتس، يطلع بيتس ويبدأ يجدد في العالم. anyway خلونا نطلع ونشوف الذكريات الجميلة اللي كنا عايشينها في هذه الجيم الحلوة. let's go. الله يا سلام، صراحة اللي يتذكر الدقة هذه فهو فنان. طبعا هذه الدقة الملكية حقت سندوريا، انا في مملكة سندوريا، دقة ولا احلى. راح اوريكم الخريطة، انا الحين في البورت، بورت سندوريا. نقول بسم الله، طبعا ما شاء الله يعني الجيم التحكم فيها جدا سهل، ما هو صعب. طبعا هنا الحركة كانت
سابق انك لازم تدق مشوار للمكان اللي تبي، لكن الحين اخر تحديث السنه هذه طبقوا نفس اللي في 14 انك تسوي ترافل عن طريق الكريستالز، فنقدر ننتقل اي مكان نبغاه. نروح النورث هوم اي اوكي، قول له يس بليز وياخذ جل. ها 500 على تليبورتيشن. والله ذكريات، شوف هذه الدقة اللي تخليك يعني كذا تتحمس كأنك جيش مقبل على شيء شغل. اوكي احنا الحين طلعنا في النورث، ايه نورث ساندوريا. اللبس الاحمر هذا طبعا الحلو هنا اني اقدر العب وافتح الكاركتر واغير واسوي اللي ابغاه. اللبس الاحمر زي ما انتم شايفين يعطيني انكريز في السرعه سبيد 12%، فحلو يخليك تمشي بسرعه داخل المملكه اللي انت فيها. طبعا اللعبه على وقتها كانت جدا جدا روعه، كنا نتمنى لعبه فاينل 14 ان يكملون الستوري حقت السندوري، الستوري حقت 11 مع الجرافيك، يعني بس يغيرون الجرافيك لان الجيم مره رهيبه. في ناس تلعب، في ناس لسه تلعب. بس انا بحاول العب بالنظام الاولد سكول او على قولتهم النظام القديم، كيف كنت تلعب كلاعب كلاسيكي في هذه اللعبه. يعني ما الشغلات الجديدة اللي حطوها ما راح استخدمها. طبعا هنا كان المنطقة الرئيسية لسندوريا، الناس تتجمع هنا وكذا. نشوف كم موجودين في السيرفر. الله الدنيا كانوا 3000 4000. طبعا هذا اللي هنا هذا الاوكشن هاوس اللي ممكن تشتري منه، تشتري وتبيع. طبعا ما يحتاج انت ما تبيع وتشتري بالريتينر، تبيع دايركت انت بنفسك، بس تضغط سيل تختار الايتم اللي تبغى تبيعه وتحط السعر. ان شاء الله لو 200 مليون وتبيع. الشراء نفس الشيء، نفس الحكاية، تختار طبعا ايش السلاح اللي تبغى تشتري، مثلا فأس مثلا، بس تضغط عليه راح تطلع لك الشغلات الموجودة. مثلا هنا في 2، هنا في 1، هنا كذا، عرفت؟ فتختار، بس تختار بيت وتحط السعر اللي شو اسمه. طبعا هنا ما تبين الاسعار الا بالهيستوري، تروح الهيستوري برايس هيستوري وتشوف اخر الاسعار المنباعة. يعني هنا ب 1000 تروح تحط 1000. لكن الميزه هنا عن 14، هنا طبعا هناك الاسعار ثابته، بس هنا ممكن اني احط 800 او 400 او 500 واشتري. يمكن اللي قاعد يبيع حطه بسعر اقل وانت تشتري باكثر، فانت وحظك يعني. طيب anyway في عندي تشوكوبو، اتوقع في صفاره تشوكوبو صح؟ ولا رميها انا ولا ايش؟ المهم كيف كنا ناخذ شوكوبو اول قبل لا تكون في صفارات وكذا ونبغى نطلع نشوف العالم اللي برا؟ هذا البيت صح؟ ولا قفلوه؟ اوه لا سوري، تعودنا على الاوتوماتيك. طبعا تأشر عليه وتفتح ينفتح لك. وهنا الشوكوبو تقول لك انت تبغى تستاجر تشوكوبو 149 جل، تقول لها يس يس اي دو، ف ناخذ تشوكوبو. والله دنيا. فمنطلق بالتشوكوبو هذا الى فالكر، منطقة اسمها فالكر. ايوه طبعا هذه الدقة، دقة تشوكوبو الرسمية معروفة.
الله يا الدنيا. طبعا هنا لما تمر على وحوش حتى لو وحوش اقوى منك كنت راكب تشوكبو ما تضربك مهما كان ما تضربك، مو زي 14 يقدرون يتفرشون فيك. عكس 14 هناك الوحوش تعرف اذا هي صعبة ولا لا، هنا لا ما تعرف الوحش، هنا لازم تسوي عليه تشيك، مثلا هذا تضغط عليه تشيك ويقول لك هل الوحش ان ام، هذا ان ام impossible to gauge، impossible to gauge يعني ان ام. بتروح هنا الوحوش زي هذه قول له تشيك وتدخل اللي صاير في الدنيا impossible to gauge impossible to gauge. اللي صاير هذا worthless. اوكي يعني هنا عندنا وحوش انا ما ادري لا تعليق، بس تدرون دام انها يعني داخلين الجيم كذا خلنا نطقطق شوي، خلنا نشوف الامبوسيبل تجيج هذا ايش ممكن يسوي لنا. طيب فين ري اكيو سي ديكس اوكي. انا صراحه ما ادري عنه الوحش هذا قوي ولا مو قوي، ما ادري عنه، فحنشوف ايش رايكم نحارب. اخاف يجلدني يا ولد. يو هاف لو ايفيجن اند ديفنس. طيب يعني ايش محارب يعني؟ كمان شو السالفة؟ والله ماني عارف شو التغييرات اللي صارت في اللعبة. يعني هذا اقوى مني؟ غريبين غريبين. اي هذا اقدر احاربه. طيب وهذا؟ سويت تارجت. ما اقدر اسوي عليه تارجت. هذه جديدة. هذه جديدة. عموما اختار من اللعبة. هذه حركة يعني ماني عارف اول، حتى الانم حتى لو هو اقوى منك وكذا تقدر تحاربه، لكن هنا في شيء غريب صاير. طبعا هنا الارنب ذبحته طقة واحدة، طبيعي طبيعي اعلى منه بالليفل. طيح لي ربط هايت ايتم، كيف تشوف الايتم؟ تروح على الايتم، تروح تشوف الايتمات اللي طاحت لك. رابط هايت، رابط هايت. طبعا الهايت تستخدمه في الكرافتنج، هنا تقدر تسوي كرافت على طول ما يحتاج شو اسمه. اللهم بالكرس. اوه صندوق، والله قلنا لكم في اشياء متغيره بالجيم. طبعا لا تسمعون ال خلي فضيل انا تسمعون الدقة اللي ويست روني فيوري. ويست روني فيوري ايوه ويست روني فيوري صراحة من احلى الدقات في الجيم، روعة 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 يعني ميوزك رائع جدا. المهم هذا وهقنا وطلعنا، نرجع ناخذ لنا تشوكوب مرة ثانية. اتذكر انا عندي صفارة، في صفارة تشوكوب سووها يعني قبل لا نغلق الجيم، يعني قبل لا نطلع. anyway خلونا على كلاسيك يلا. صراحة روعة روعة، هنا الميوزك مرة مرة شيء، الثيمز شيء خيالي هنا.
الثيمز اللي موجود هنا شيء خيالي، فالناس كانت تطق الصوت وما غير تسمع، غير من اللي قام يحطونه في الساوند تراكس جدا جدا رائع. طبعا زي ما تشوفين فوق هذا الماكرو خلونا ناخذ شكوبه ونعاود المسيرة للمكان. الانم هذاك شكله يبغى له مش عارف يا انه جوب معين او اشياء يعني حاطينها ما ندري عنها، او انه حق ايفنت بعض الاحيان. بس المنطقة ترى اللو ليفل يعني مش هاي ليفل. رجعنا مرة ثانية، طلعنا مع الويسترن فيوري، راح نروح فالكور. انا بوريكم الطريق اللي كان النوبس او المبتدئين كيف كانوا يدقون مشوار. طبعا كانوا يدقونها مشي ها، مش بال طبعا اللي ورا تشوفون هذه سندوريا المملكة، عبارة عن قلعة كبيرة جدا. هذا كان اوركس حلوة. طبعا تشوفون هنا حجم المساحة جدا جدا هائل صراحة. المناطق هنا كبيرة يعني لا تقارنها ب 14، مناطق كبيرة. يعني هي خسارة تعتبر للمحبين فاينل اللي يلعبوا الجيم، لو الشركة بس الله يهديها يعني طورت نفس اللعبة هذه، بس اللهم كان ناقصها الجرافيك عشان ولا كجيم بلاي كانت جدا جدا حلوة. عشان ما نضيع المراحل. اللعبة كانت مرة صعبة، بس مثل ما سمعت الفترة الأخيرة صحوا الأشياء كثيرة يعني فيها، لأن مش عشان اللعبة يعني عشانها صعبة خلاص سهلوها، لا، لأن طلعت في ألعاب منافسة وأغلب الناس يعني الهاردكور مش واجد طلعوا. يعني مو كل الناس يحبون التحديات، في ناس تبغى تلعب كذا يعني تبغى تلعب تستمتع وتطلع وتمشي، وهذا الغالبية يعني، وعلشان تجذب جمهور جديد، وهذا اللي سوته فاينل 14. فاينل 14 جذبت جمهور عمرهم ما لعبوا فاينل، وهذا كان هدف، فعشان كذا السهولة. بس لو يجون يلعبون 11 راح يبكون على النظام، طبعا الليفلينج، على نظام الليفلينج، أشياء كثيرة يعني اللي أيام أول كانت موجودة. لافين بلاتو. طبعا الشيء هذا يودينا على الباست. الباست مناطق نفس المناطق الحالية لكن مغيرينها على انها في الماضي، يعني انها شيء قديم. شفت شلون كنا عندك مشاوير، كنا نجي هنا ونلفل هنا، واللي مات هنا واللي انطق هنا. That's okay يعني. اتذكر في منطقة بعد فيها ان ام كبير اللي هو الخروف هذا الكبير الرام، فنمر عليه يعني. طبعا هنا في day night cycle في اللعبة، يعني ليل ونهار كذا موجود الكلام هذا. داخل جو مع الفيسبوك. وين الاوتو؟ ما سويته للاسف.
اللعبة هذه طبعا عكس 14 انا قاعد العبها على الكنترولر يعني ما العبها بالكيبورد. انا من هنا انا بس بمر عليه يعني ما راح انزل واذبح يعني بس مجرد ان الواحد يتذكر يعني الصعوبات والشغلات اللي عندي احساس ان الفيديو راح يكون 3 ساعات مش عارف بس قولوا لي تكتب تايم شايفين المشوار ترى لسه بنص الطريق ها يعني هذا انا النقطة الحمراء وانا ابغى انزل تحت شفتوا بتخيل يعني اول المشوار هذا يعني رجلي الله يهينك الحين لو انزل من تشكوبو ما في تشكوبو ثاني الا زي ما قلت لك الفترة الاخيرة نزلوا الصفارة نفس نظام 14 انك تنادي وكذا يجيك في طبعا انك تاكله و... طلعت من فوق طلعت من فوق يلا هذه منطقة بعد كانوا ليفل تقريبا ليفل 12 كذا يجون يلفلون هنا هذه بحيرة ما ادري باينة الله يا الدنيا ذكريات ها اوكي الشيء الابيض اللي قدام هناك كان هو اعتقد الكراكز كراك هولا كراك اي ثينك المهم انك لما تسوي تليبورتيشن هنا اول في الجيم الوايت ميج هو اللي يسوي تليبورتيشن فالوايت ميج لما يسوي تليبورت يوديك هنا المنطقه هذه بعدين الله لا هنا كنت تاخذ تشكوبو من هنا في واحد يعطيك تشكوبو هنا اوكي تاخذ تشكوبو وتدقها للمكان اللي تبغاه عكبة غبار وحالة لسه اوكي الناس اللي تابعني من حقين 14 يقول يا اخي وش هاللعبة وش هالمشوار يا رجل ضاع عمرنا هنا anyway صح انا عندي لينكشيل هنا شوف خل نشوف الشباب موجودين طبعا اللينكشيل اللي انا فيها لابس بلازلي ادري اذا احد يتذكرها كان فيها اوكي فيها بيتارو وفيها مدري مين واحد ما اعرفه لكن هذا يبين ان الشباب لسه عايشين يعني في ناس لسه موجودة بالجيم في ناس لسه تلعب الجيم في ناس لسه تستمتع بالجيم بيني وبينكم انا بحاول اني نسوي اكشن بس انا زي ما تقولون الساعة الاولى بس مجرد اني بلقي نظرة هنا وهناك على المناطق الذكريات يعني هذه الحلقة للناس اللي قدام شوف كيف كنا احنا ندق مشاوير نتبهزل ما ادري ممكن اختصرها بعد في ال مش عارف بس ما تستاهل الاختصار يعني صحيح الفيديو راح يكون كبير لكن ومشي كله مشي في مشي لكن نحاول اذا لقيت في فقرات غير مفيدة راح اوكي وصلنا اخيرا فالكنر دونز بتقول لي وش فالكنر دونز شفتوا كيف الصحراء احنا كنا في الشرقيه كنا نقول هذا هو هذه المنطقه طال عمركم هذه المنطقه تجمع النوبز في الممالك الثلاث طبعا اللعبه فيها 3 ممالك طبعا هذول الجوبلينز ها شفت اشكالهم تقريبا ماخذين نفس الشكل في 14 ما غيروا شيء فيهم ف
يعني هنا صراحة عشان توصل وتلفل هنا هذه الحالة أدفنشر الحال، يلحق جوبلينز، يلحق في جوست هنا يطلع يفقع في وجه الشباب. يعني أن كل الأفلام تصير هنا، أنواع أنواع القصص، أنواع القصص اللي تبغاها موجودة هنا. فقبل كلها منطقة رملية وصراحة رسومها مرة حلوة، الرمال هذه البحر هناك اللي بالشاطئ بشاليه بشيء، لا بزح ما بشاليه ولا شيء. خلونا ننزل تحت. صح في منطقة هنا بعد كنا كهف أو منجم على ما أعتقد، إذا ما رح بالي بعيد، والكابس سنايبر هنا بسمينا. منطقة جدا جدا واسعة بصراحة و ما ادري حلوة، مع ان كان يعني ما هو من السهولة ان الواحد يمشي ويروح ويجي فيها. طبعا هنا كاتب لك الفاكس حق الجوبل اللي سواه، جوبل ليتشر كاست، يعني ليتشر هذا الماجيك جوبلون بس انه ماجيك. هاي طبعا الالمنتال، هذه فعلا تذبحها تعطيك الالمنت اللي هو شو اسمه الفاير كريستال. اوكي اتوقع هذا المكان. انا بصراحة اوه لا 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 مو هذا المكان، مش هذا المكان، مش هذا. في اشياء جديدة حاطينها، هذا يودينا على كونتشت، منطقة اسمها كونتشت اللي شابكة، المنطقة هذه شابكة في المدن الثانية اللي هي باستوك ووندوستاك. الرجعة دي باختصارها بس وين المنجم ربع كامل ما ضيعته. anyway انا مو مره يعني هامل المنجم كثير، بس قصدي اني بروح اشوف الليتش. ما ادري هو الليتش ولا الغول، اتوقع ان الغول. قصه الغول وال انه يطيح ايتم، وبرضو عندك الحشرات اللي تسوي الطير، ما ادري شو اسمها، تطيح ايتم، وفي شبح يطلع هنا يطيح ايتم. الثلاث ايتمات هذه اذا جبتها اول هنا، اذا انت توك بعد اللعبة انت توصل اتوقع ليفل 18 وتوقف، ما تقدر تعدي ليفل 18 الا بعد ما تكسر التحدي. كيف تكسر التحدي؟ تجيب الثلاث ايتمات هذه، بعدها يفتحوا لك الليفل فوق ال 18. شكله من هنا الماين كيف، يعني مع ان اللعبة قديمة وكذا وجرافيك قديم، لكن بصراحة مش بطال. ايش الستاند باكس؟ هذا حق المناطق اللي طلعت الاكسبانشن، شو اسمه يا رب، والله مناطق ناسيها. المهم تعطيك مناطق كذا روعة، طبيعة روعة خيالية. نرجع لها، ما قلنا ان ما راجعين، خلنا نطلع من هنا. وفر الثاني، شايفين البحر، شايفين السمك، شايفين اللي تفكر. ها ترى انت تتكلم عن رسوم تعتبر 12 سنة ها، لكن لا زالت فيها حيوية. في يعني بشكل عام اللي يحب الجيم يعتبر مقبولة عنده، رسوم جدا مقبولة.
طبعا انا العبها على البي سي. النسخه تبعت الاكس بوكس الرسوم فيها محسنه اكثر من البي سي، وانا استغربت ان يعني الى الان ما حسنوا نسخه الرسوم البي سي، مش عارف ايش. بس ان الوقت في السيفر طبعا في اكسبانشن نازل جديد في الجيم، ف اتوقع ان غالبية الناس كلهم هناك. طيب ما راح يدخلنا بالتشكوب، ما تقدر تدخل الزون بالتشكوب وزي هذا، لازم تنزل اوكي بعدها تدخل. سلبينيا ياي. طبعا شفت واحد زي كذا تقدر تسوي عليه تشيك، تشوف اغراضه تضغط عليه وتقول تشيك وتشوف الاغراض اللي عنده، الليفل حقه هذا دانسر سب ثيف، الاغراض اللي عنده ايتمات ليفل 119، هذه برضو طبقوها في 14، طبقوها هنا انه خلاص الليفل وقف على 99 بدأ يرفعون ليفل الايتم. نفس الشيء راح يسوونه في 14، بس ما ادري الليفل ايتم يوصل اتوقع الى 200، ما ادري يعني عندي احساس يعني الحين ليفل بيرفعونه اذا ليفل 50 واصل 130 وحاجه. طبعا هنا ال بس خلنا ناخذ الكريستال عشان نقدر نسوي تليبورت بعدين. طبعا هنا مجرد تلمس الكريستاله ها هذا الشيء الجديد ها مش القديم، بس خلاص احفظها. طبعا ما تشوفين هنا سفينه، السفينه هذه تتحرك فعليا، تركبها تتحرك فيها، تتحرك فيك توديك المنطقه الثانيه الجزيره او تحرك السفينه راحت ما لحقناها. فلو تبي تدخل بيقول لك الشباب تضبط. نتكلم لوسيا، هذه لوسيا يقول لك الدخول ب 100، ما ابغى ادخل يجل قضيتهم. طبعا المنطقة هذه حلوة، كانوا الصيادين يعني يجون يصيدون هنا، فكانت المنطقة جدا روعة للصيادين. طيب احنا خلصنا من المناطق القريبة هذه، خلنا نروح للمدينة الرئيسية اللي هي جنوة اللي تعتبر العاصمة. انا بسوي تليبورت لها عشان ما اضيع وقت. ساندوريا، باستورك، جن، تبغى نطلع فوق ولا نطلع في البورت ولا وين نطلع؟ نطلع في البورت يلا. قول لي يس يس بليز. جنوة تعتبر حاليا كأنها زي منطقة موردونا في فاينل 14، شفتوا موردونا كيف الزحمة فيها؟ جنوة نفس الشيء، لكن اتوقع الشيء هذا مش الحين، ما راح يصير الحين، زي ما قلت لكم في ابديتس نازل والعالم راحت للابديت قاعدة تلعب فيه. طبعا اللي عنده كيس زي كذا هذا معناته قاعد يبيع، نضغط عليه تضغط على فيو شوف الاشياء اللي قاعد يبيعها. ما ادري ايش الشيء هذا المليون، مش عارف، ما يهمني الحين. اول صح، لكن عنده ايتمات جدا حلوه جنبه، شيلد شيل دمج نايس. شوف زي ما تشوفين في ناس اكثر هنا، لان هنا المنطقه الرئيسيه اللي الناس تتحرك فيها تروح وتجي. هذا السينرجي تبع الكرافتنج، يعني اشبهها بالافران اللي موجوده في عندنا في 14 نفس الشيء. البوابات هذه عباره عن الطيارات اللي تروح الممالك الرئيسيه، زي هنا الاحمر هذه يوديك سندوريا، تقدر تساله هنا يقول لك الطياره متى جايه.
باوند يقول لك الطيارة موجودة وراح تقلع الحين يعني تلحق ما تلحق. هذه شوف زي ما انتم شايفين يقول لك about 2 hours في الجيم يعني 4 دقائق ايرث تايم وقتنا 4 دقائق. هذا راح باستوك وفي طيارتين هناك ثانيات رايحة مناطق ثانية. لا تخافون بنروح نهم نركب طيارة. حلو هذا هذا لاعب سابق مرة قديم. ايوه العالم مجتمعين هنا قلبينها سوق. شايفين الزهر كيف؟ طبعا هذا الذهب يتوقع بلدي. شايفين لبس البلدي كيف؟ بس ما ادري ايش اللبس اللي لابسه. آرون كوسيوس فكرتهم الأشياء الجديدة. بورتاق بورتاق هذا عندنا 14. شايفين بورت جانج هنا ايتم ليفل 119. شوف الافكت حق الماجيك اكيورسي 215. انمتي الانمتي هو الهيت اوكي 18 يعطيه 18 انمتي زيادة. فيزيكال دامج تيكن 18 ناقص يعني الوحش لما يطقك يضرب ينقص منه دمج ينقص الدمج عليك يقلله يعني ما راح تنطق قوة. ديكريز من ستون. وهذا الايجيوس هذا هو الريلك حق الدرع. هنا الريلك تسوي نوعين السيف الحال والدرع الحال فيشيل 50% هذا الايجيوس 50% من الماجيك دمج. يعني اذا جاك وحش يعطيك دم طبعا الماجيك دمج معروف انه اقوى من من الفيزيك. فاذا جاك وحش يعطيك ضربة قوية مثلا 5000 هذا تجيك 2500 تيجي للبلد. فمرة مرة صراحة شيء رهيب. احنا الحين في اللور جنوة طبعا كل مدينة او كذا فيها 4 مناطق. هنا الجنوة مسوينها على انها مسوينها على انها زي ما تقول ادوار. طيب الحين شفنا جنوة شو رايكم؟ وين تبون نروح؟ او وين تبون نحلق؟ الى اي مكان؟ خلنا نشوف الفرنز اللي عندي من باب التذكير بس ان عندي اصدقاء ابغى اسلم عليهم يعني. طيب بسم الله في احد اونلاين. هذا فيتارو موجود وار انجل موجود معلن لنا. طبعا الناس اللي ارسل لهم اطيب التحايا الفارس والحكيم الكايزر اللي الكايزر معروف اللي هو قلت قيرتي منتدى المنتدى اعطيك اعطيه ارفع القبعة له بصراحة لانه من الاشخاص اللي اسسوا اللينك لينك اول لينك شيل في فاينل 11 اوكس عرب داركنس اركودا باربي هذه يابانية عليكم منها باتل تانك امريكي بلوشن بلوشن المانكا رهيب بوغاتي وايت ميج اتذكر دستروي فوكسي تحية لك حديد حديد جاي معاي في 14 ايكس سنغافوري مين كامو هذا في ناس طبعا في ناس هذاك كيرا شخص عزيز في الكويت الله يرحمه ثم نروح اليمن ان شاء الله. كوروتنشي وينك يا كوروتنشي؟ كويت نايت لسه موجود لايونال تحية لك مونكي دي لوفي تحية لك ناروتو ساما تحية لك ميجرلاتو تحية لك نايت مير فانتوم لورد انا لو اشوفك بقطع وجهك كذا. شادو هذا تبع خوينا يعني هذا الناس اللي اتذكرهم و لهم معزة.
تلوى يوسف غنيتي فينسنت وي 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 مكوي زاتيوتشي خوينا. في برضو غير شيرو تنشي فيه قصدي كيرو تنشي وفي شيرو تنشي وفي أروتا أورا تنشي ثلاثة. فتحية للي الناس اللي عارفهم اللي معاي في الفرندلس، الناس اللي ما مش موجودين في، في ناس يعني كثار مش موجودين في الفرندلس برضو لكم التحية. اللي يتذكرني يجي يرسل لي وانا بحيي مرة ثانية يعني ما عندها مشكلة. طيب اللور وين يطلعني؟ رولان بيري ما ابغى رولان بيري. بس فرصة خلنا نسوي نشتغل التربوتات. طبعا كل عنده هذا فيه محل حق تشوكوبو عشان تقدر تروح شو اسمه المكان اللي تبغاه. طيب حنا قلنا وين الحين؟ وين بنروح؟ ما نوديكم جنوة لا هنطلع من فوق نروح بعض المناطق القريبة اللي ممكن نسوي فيها أكل شوي كذا أكل بسيط. يا أخي يلا قاعد أكل ورفضت تفتح معي. وان بين بول 3700 والله يا بلاش والله يا الدنيا. طبعا هذا اللي تحت الشوت وان بين بول، البين بول هذه خاصة بالريلك تجمعها عشان تسويها في الريلك. طبعا عشان تسوي الريلك اول انا اتكلم سيريس ها يبغالك ما لا يقل عن 40-50 شخص يكونوا معاك يدخلون حاجة اسمها داينامس. في الداينامس تجون ذبحون وحوش وحوش صعبة، فمنها الوحوش تطيح الايتمات هذه وتبدأ انت تجمع. فعشان كذا تاخذ وقت طويل لما يعني اول كان اللينك الكامل ها كامل يشتغلون عشان يسوون ريلك واحد لشخص واحد، فمسألة ما كانت سهلة أبدا. في 14 لو واحد توه داخل الجيم بكرة يطلع ذلك ما عنده مشكلة. اوكي هنا يطلعنا بتاليا داونز، هلا يطلع بتاليا داونز. هذا نفس نظام الدانسر اللي بقول عنه كذا يترقص بنسوي حركات الحين نشوف.
Let's go. قلت لكم فاينل هنا عليهم ميوزك مجنون. ما دقت هذه هلا هلا الكمبوزر جدا جدا مبدع. طبعا على طاري البابيت ماستر البيست ماستر كيف طريقة الجوب البيست ماستر؟ طبعا انا عندي مثلا وحش هنا اقدر اسوي له تشارم اقدر اسوي له تشارم زي كذا. اوكي الوحش صار تحت سيطرتي. بعدين اقدر اخليه يقاتل جنبي خلاص ما هو معاي خلاص روح قاتل. شوف فيروح ابو الشباب يطق وانا قاعد اتفرج عليه. فاتمنى انكم فهمتوا فكرة البيس ماستر. صراحة جب روعة. اتمنى من كل قلب انه ينزل في 14. اتمنى. طبعا ما تطالع خويك. تروح تقاتل معاه. ويقدر يسوي حركات. يعني تقدر تروح هنا البيت كوماند. تلقاه يسوي حركات. ايش ران وايل هذه؟ هذه شغلات جديدة. سبير تي بي سنار ستي. يسوي اكشن لو تبغى يسوي حركات. يا سلام عد ما لقى يقطع الخط للحين.